بالنسبه للست زي بدها تدخن او تدخن شيشه هي حره، لها الحريه المطلقه، ما بصيرش للحكومه او لاي يعني جهه معينه انه تمنع الشيشه، هذه حريه شخصيه. الشيشه نفس السجاير، يعني لو بدهم يمنعوا الشيشه يمنعوا السجاير يمنعوا شغلات ثانيه، فانا مش مع هيك قرار. قرار الحكومة الأخير بمنع النساء من شرب الأرجيلة على شواطئ بحر غزة وتحديدا في الأماكن المفتوحة، وذلك يعني تنافيا مع موروث عاداتنا وتقاليد شعبنا الفلسطيني، ومنعا أيضا لنقل هذه العادة السيئة إلى الأجيال. هذا قرار خطير لأنه فيه تعدي على الحريات العامة للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة وللمرأة الفلسطينية على وجه التحديد، وفيه مساس للحقوق الشخصية، وبالتالي فيه مخالفة للقوانين الفلسطينية ولقوانين حقوق الإنسان العالمية.